محمد قاسم برغوث من سوريا، من مواليد درعا، وجيت على دولة الإمارات لهون تقريبا بال 2002. كان عندي يعني هدف هون بدولة الإمارات إني أعمل وأسس عمل لإلي هون بدولة الإمارات، بسبب إنه دولة الإمارات يعني دولة ما شاء الله أمن وأمان واستقرار. والشيء هالشيء هذا يعني إحنا دفعنا إنه نيجي على دولة الإمارات، والهدف إنه نأسس هون بدولة الإمارات مشروع بحيث إنه يكون يعني إن هنا عمل ومصالح. والله إحنا بصراحة أنا أول ما جيت لهون بديت يعني إني أعمل يعني، عرفت كيف، لكن صرت إني يعني خلص لازم أأسس شيء هون بالدولة. والله يطول بعمر شيوخنا وحكام الإمارات، يعني هم دائما بيظلهم يشجعوا على هالشيء هذا، ودائما يعني هم مع اللي بمشاريع العمل والاستثمار بالبلد. والحمد لله رب العالمين، وصبرنا واجتهدنا ونلنا الحمد لله، واسسنا حاليا يعني اول تاسيس كان لانه يعني هو هون، وان شاء الله يعني في مشاريع اخرى ان شاء الله راح نتوسع وراح نكبر احنا وكل فريق العمل هون بكافتيريا شاورما الشاطر ان شاء الله، ونبعث زبايننا كلياتهم ان شاء الله. احنا كمان احنا على طلب الزباين اللي هم دائما بيشجعونا كمان انه احنا نأسس ونتوسع، وان شاء الله احنا راح نكون عند حسن الظن الجميع وما نخيب ان شاء الله ظنهم، واحنا وكادر كل الفريق ان شاء الله شاورما الشاطر. والله احنا بصراحة يعني احنا حاليا هون هو احنا اللي فاتن للاسم اللي هو شاورما الشاطر. اغلب الزبائن عندنا بتفكر انه احنا بس يعني عنده اختصاص بس شاورما، لكن احنا الحمد لله عم نتوسع شوي شوي وعم نضيف اختصاصات ثانية ومجالات ثانية، يعني مثل ضفنا المشاوي وضفنا الفروج وضفنا المقبلات. والهدف انه احنا دائما ضلنا مستمرين ودائما نتوسع مجال عملنا، وان شاء الله احنا مستمرين على هذا الشيء. والله احنا بصراحه هون يعني احنا هون في دوله الامارات يعني بلد خير وعطاء يعني، ودائما هم مساهمين. من جهه الصعوبات بصراحه ما واجهنا هذيك الصعوبات، يعني جهه امور كتاسيس للمحل، ومن جهة أشياء يعني كاستخراجات مثلا الأوراق أو أي أشياء كان في تسهيلات كبيرة. وهون الحمد لله يعني إحنا بدولة هم دائما يعني مع أي مشروع عمل، والحمد لله رب العالمين.
الشعب.